مع إعلان الحكومة الكوبية فتح مطاراتها مع العالم وعودة المدارس والحياة الطبيعية في 15 من الشهر الحالي، دعت المعارضة الكوبية إلى تظاهرات تطالب بتغيير سياسي في البلاد. الرئيس الكوبي كشف عن اجتماعات عقدها مسؤولون في السفارة الأمريكية مع قادة الجماعات المعارضة في هافانا لإثارة أعمال تخريب سياسي. دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون كثيرا بزعماء عصابة المناهضين للثورة ويقدمون لهم الدعم اللوجستي والمالي لإثارة أعمال تخريب سياسي في البلاد. السفارة الأمريكية لدى كوبا مصرة على الاستمرار في دورها التخريبي من أجل تقويض النظام الداخلي في بلدنا. الحزب الشيوعي الكوبي حذر من سيناريو وصفه بالانقلاب الناعم يجري التخطيط له تحت ذريعة النضال السلمي، مقدما أدلة تؤكد وجود علاقات بين منظمي التظاهرات ومنظمات إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. جونيور، كيف الحال؟ أنا رامون ساول سانشيز. صباح الخير رامون. لا أعلم ما إذا رأيتم الإعلان حول تغير موعد التظاهرة إلى يوم 15 من تشرين الثاني. نحن الحركة الديمقراطية والحركة المعارضة من أجل جمهورية جديدة معكم 100%. هل ترون من المناسب أو المفيد أن نصل إلى السواحل الكوبية في هذا اليوم إن استطعنا ذلك لإشعال الأضواء؟ نحن لدينا القدرة الكبيرة على الوصول إلى وسائل الإعلام وسندعمكم في نشر أي معلومات تريدونها. أشعر بالفخر بدعمكم ومساعدتكم. وتتعرض كوبا لحملة شرسة تستغل الوضع الاقتصادي الصعب لاتهام الحكومة بالتقصير في أداء واجباتها، حملة تقوم على التحريض على التظاهر وتفتح البلاد على تدخلات أجنبية تحت مسمى المساعدات الإنسانية، في سيناريو تسعى واشنطن إلى تطبيقه على هافانا التي تخضع لحصار أمريكي منذ ما يقارب 60 عاما. تشهد العلاقات الكوبية الأمريكية توترا كبيرا بعد أعمال الشغب التي اندلعت في عدد من المدن الكوبية في 11 من تموز الماضي، فيما تعتبر الحكومة الكوبية أن الاحتجاجات جزء من استراتيجية تدعمها واشنطن لتغيير النظام في البلاد. عروة محمود، هافانا، الميادين.